بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كنا بدأنا في الجينيتك، وكنا خدنا هنت كده عن الجينيتك ستراكشر، وبدأنا في الداون سندروم، خدنا الداون وخدنا الكلاين فلتر وخدنا الترنر. هنكمل النهاردة ان شاء الله بقية الجينيتك. باي ذا واي، المفروض في حاجة اسمها كريوتايبنج، ده تحليل بنطلبه لو شاكين في كروموزوم الابنورماليتي. زي المرة اللي فاتت ما خدنا كده في الداون سندروم، قلنا مثلا داون سندروم بيبقى عندهم ترايزومي 21. طب انا اعرف ان عنده ترايزومي 21 منين؟ قلنا كلينيكال مانيفستيشنز، وهنطلب انفستيجيشن اسمه ايه؟ اسمه كريوتايبنج. كريوتايبنج ده انت بتعمل استادي للكروموزومز، بشوف النمبر بتاعهم، الاستراكشر، السايز، الشيب. المفروض طبعا ليه طريقه معينه بتعمل بيها. المفروض الكروموزومز بتبقى ستيند بصبغه معينه، وبتتصور وبيرنجد امبيرز ان ستاندرد مار ان ستاندرد مار. طبعا كل كروموزوم ليه شكل معين وليه مقاس معين، فبيحطوا الكروموزومات اللي هي شبه بعض جنب بعض، بحيث في الاخر هتطلع لك في شكل معين زي اللي هنشوفه دلوقتي. ايه السيلز اللي بناخدها؟ احنا مبدئيا بناخد عينه بلاد. اتفقنا ان كل السيلز فيها نيوكلياي تقريبا ما عدا مين؟ ما عدا الار بي سيز. طيب ممكن تعمل في الليمفوسايتس، ممكن تعمل في سكين فايبروبلاس، ممكن امنيوسايتس، ممكن كرونيك فيلاي سيلز. احنا اكشوال بتعمل بعينه بلاد. ده منظر الكريوتايبنج اهو، يعني ده اللي بيطلع اكشوالي. ادي مثلا كروموزوم نمبر رقم 1، واحنا اتفقنا ان احنا عندنا 46 كروموزوم، منهم 44 اوتوزومز. هتلاقي بقى من 1 2 3 معاك لحد 22، بعد كده 2 6 كروموزومز اللي هو قلنا اكس واي ان ميل واكس اكس في الفيميل. لو تلاحظ كل الكروموزومات في الاول بتبقى كبيره شويه، وكل ما انت هتمشي ناحيه الاخر كروموزومات بتصغر، ما عدا يمكن الاكس هو السيل بيبقى كبير، بس هتلاقي الكروموزومات وانت نازل كده بتصغر. طيب احنا قلنا استادي للنمبر والسايز والشيب بتاع الكروموزوم. طيب النمبر بتاع الكروموزوم زي ما قلنا في اول محاضره في الجينيتك، قلنا ان احنا عندنا نوعين من السيلز، حاجه اسمها سوماتيك سيل وجيرم سيل. في السوماتيك سيل احنا عندنا 46 كروموزوم، واتفقنا ان ال 46 ده بنسميه ديبلويد نمبر. طب دول عباره عن ايه؟ قلنا 44 اوتوزوم و2 6 كروموزومز. ال 2 6 كروموزومز دي على حسب، لو هي فيميل هتبقى اكس اكس، ميل هيبقى اكس واي، وده اسمه ديبلويد نمبر. طب لو احنا جيرم سيل، الجيرم سيل بيبقى بيسموها بلويد نمبر، اللي هو نص العدد ده، اللي هو هيبقى 23 كروموزوم، اللي هو نقسمهم ل 22 اوتوزوم و 1 6 كروموزوم. ال 1 6 كروموزوم ده لو هو في الاوفم هيبقى اكس، لو هو سبير ممكن يبقى اكس او واي. ده الايه؟ النمبر. الاستراكشر زي ما اتفقنا ان الكروموزوم عباره عن تو كروماتيدز. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مثلا في الاوتوزومز احنا عندنا بناخد فيه واحد باترنال كروموزوم وواحد ماترنال كروموزوم، والاثنين بيبقوا شبه بعض. لو مسكنا كل كروموزوم لوحده زي ما خدنا برضو في اول مره، عباره عن تو كروماتيدز مربوطين ببعض في عند نقطه بيسموها سنترومير. السنترومير ده هيديفايد الكروموزوم انتو حاجه اسمها شورت ارمز وحاجه اسمها لونج ارم، حاجه اسمها شورت ارم وحاجه اسمها لونج ارم. الحته اللي تبقى في اخر الكروموزوم دي بيسموها تيلوميرز. يبقى احنا كل كروموزوم عباره عن تو سيستر كروماتيدز. الكروماتيدز دول ممسوكين ببعض في نقطه هنسميها سنترومير. والسنترومير ده هيقسم الكروموزوم ده لحاجه اسمها شورت ارم، ده هنسميه بي جاي من بي تي، ولونج ارم هنسميه ايه؟ كيو. طيب على حسب مكان السنترومير ده زي ما خدنا في اول محاضره، هنقسم الكروموزومات دي لثلاث حاجات: اكروسنتريك وميتا سنتريك وصب ميتا سنتريك. اكرو سنتريك وميتا سنتريك وصب ميتا سنتريك. اكرو يعني طرف، عشان كده هنا السنترومير بيبقى نير الاند بتاعته، وميتا سنتريك بيبقى قريب قوي من السنتر، صب ميتا سنتريك في النص اللي هو ميد واي ما بين الاند والايه؟ والسنتر. طيب ده الكروموزوم هو زي ما اتفقنا، قلنا كل كروموزوم احنا عندنا واحد باترنال وواحد ماترنال، وكل كروموزوم من دول زي ما اتفقنا تو سيستر كروماتيدز ممسوكين ببعض عند نقطه بنسميها سنترومير، والسنترومير ده هيقسمه لشورت ارم ولونج ارم، وقلنا على حسب مكان السنترومير اكرو سنتريك ميتا سنتريك سب ميتا سنتريك، واخر حته الاطراف بتاع الكروموزوم بيسموها ايه؟ بيسموها تيلوميرز. دي نفس الرسمه اهي. طيب النمبر والسايز هم مقسمينها لجروبات كده، جروب A وجروب B وC وD وE وF وG. كل جروب مثلا فيه كذا كروموزوم من 1 ل 3، بعد كده 4 و5، مش عارف من 6 ل 12 وإكس. كل ما أنت ماشي الكروموزومات بتقل في السايز بتاعها. طيب الـ according للشيب قلنا خدنا acrocentric وميتا سنتريك وصب ميتا سنتريك. طيب الجينيتك ديز اوردرز
هنقسم الجينيتك ديز اوردرز لكذا موضوع. اول حاجه حاجه اسمها كروموزومال ابنورماليتيز، يعني ديز اوردرز على مستوى الكروموزوم ذات نفسه. الكروموزوم ابنورماليتيز دي هنقسمها لحاجتين، حاجه اسمها نيوميريكال ابريشنز وحاجه اسمها ستراكشرال ابريشنز. الطبيعي ان كل كروموزوم فيه منه نسختين زي ما اتفقنا. في النيوميريكال ابريشنز الكروموزوم مش هيبقى نسختين، ممكن يبقى وان كوبي بس، فدي هنسميها مونو يعني واحد مونوزومي، او يبقى ريبريزنتد بثلاثه فيبقى تراي يعني ثلاثه ترايزومي. طيب والله الكلام ده لو حصل على مستوى الاوتوزومز، اديني مثال، مثال للاوتوزومز زي المونوزومي 21 و22. طيب ترايزوم في اوتوزومز زي خدنا ترايزوم 21 اللي هو الداون سندروم، وفي ترايزوم 18 و13، حاجه اسمها ادوارد وحاجه اسمها باتو سندروم. طب على مستوى السكس كروموزومز لو مونوزومي، لو في اكس واحده، لو في ميل عندها اكس واحده، ده بيسموه تيرنر سندروم. طب لو زودنا طبعا بيزيد او بينقص، دي حاجه اسمها راند جانكشن زي اللي خدناها في الداون سندروم في اول محاضره. طيب والله لو زودنا اكس على فيميل، يعني لو فيميل اكس اكس وتحط لها اكس زياده سموها تريبل اكس فيميل. لو زودنا واي على الاكس اكس يبقى اكس اكس واي، دي كلاني فلتر. لو زودنا اكس واي على الاكس واي يبقى اكس واي واي ميل. طيب دي امثله. يبقى باختصار النيوميريكال ابريشنز انت عباره عن ايه؟ عباره عن الكروموزوم بيبقى ريبريزنتد باي 3 كوبز، ده لو كان ترايزومي، او ريبريزنت باي ان كوبي لو كان مونوزومي. هنقسمها اوتوزومال ابنورماليتيز او سكس كروموزومال ابنورماليتيز. اوتوزومال زي مين؟ زي المونوزوم 21 و22. ترايزومي زي مين؟ 21 و18 و13. سكس كروموزومز نقص اكس من فيميل تبقى تيرنر. طيب زود اكس تبقى تريبل اكس فيميل. طيب زود اكس على الميل بدل ما كان اكس واي يبقى اكس اكس واي، ده اللي هو كلاين فلتر وخدناه برضه. او اكس واي واي ميل لو زودنا واي على الميل. طيب الاستراكشرال ابريشنز احنا قلنا في نيوميريكال وفي استراكشرال. الاستراكشرال ابريشنز في كذا حاجه اللي هو بقى يعني هنا مش عدد، يعني في العيان بتاع الداون الكيريوتايبنج انت لو بصيت عليه هتلاقي فيه ثلاثه كوبز من الكروموزوم 21، انما الاستراكشر بتاع الكروموزوم ذات نفسه ما فيهوش مشكله. طب هنا لا، هنا في مشكله في الاستراكشر ذات نفسه. ممكن يبقى ديليشن. يعني ايه ديليشن؟ يعني حذف، يعني بارت من الكروموزوم حصله لص. طب دوبليكيشن يعني سيجمنت من الكروموزوم بقت موجوده نسختين منها، اسمها دوبليكيشن، تو كوبيز اوف ا سيجمنت اوف ا كروموزوم. طب انفيرجن يعني حته اتعكست في الكروموزوم، حته اتقلبت، اند تو اند ريفرزال اوف ا سيجمنت وذين ا كروموزوم. طيب في حاجه اسمها ايزو كروموزومز، يعني الكروموزوم بيجي عند السنترومير ويحصل له ترانسفيرس ديفيجن، يعني كانه هيتقسم هنا بالعرض، فبقى فوق في اتنين شورت ارمز وتحت في اتنين لونج ارمز، ويجي الاثنين شورت ارمز يمسكوا في بعض والاثنين لونج ارمز يمسكوا في بعض. لسه هنشوفها بالصوره دلوقتي. طب رينج كروموزومز، رينج كروموزوم يعني زي ما انت شايف كده، يحصل لوس اوف بوث اندز اوف كروموزوم، وبعد كده يحصل فولدنج للكروموزوم فيبقى شبه الرينج كده. طيب اخر حاجه حاجه اسمها ترانس لوكيشن. ما في حاجه اسمها ديليشن، دوبليكيشن، انفيرجن، وايزو كروموزومز، رينج كروموزوم، وترانس لوكيشن. طيب ده الديليشن، شايف ده الكروموزوم اهو، الحته الحمراء دي هتتشال ويصبح الكروموزوم من غير الحته دي، ده اسمه ديليشن، تعريفه كده لوس اوف بارت اوف ا كروموزوم. طيب وده الدوبليكيشن، زي ما انت شايف حته نسخه موجوده في الكروموزوم حصل لها ايه؟ كانها دوبليكيتد، كانها بقت موجود منها ايه؟ تو، يعني كانها تو كوبيز اوف ا سيجمنت وذين ا كروموزوم. ده الانفيرجن، وقلنا عرفنا ان في حته اتقلبت، اند تو اند ريفرزال اوف ا سيجمنت وذين ا كروموزوم. ده الايزوكروموزوم زي ما اتفقنا اهو، ان هيحصل هنا ديفيجن عند السنترومير بالعرض، ترانسفيرس ديفيجن. فشايف لما يحصل ديفيجن بقى اصبح فيه اتنين شورت ارمز واتنين لونج ارمز، ادي الشورت ارمز مسكوا في بعض وادي اللونج ارمز مسكوا في بعض. بس خلي بالك الاتنين لونج ارمز دول زي بعض، يعني المفروض ده اصلا ده يعني اللي المفروض الاثنين لونج ارمز ده بقى راكب على ده، والاثنين شورت ارمز بقى الاثنين على بعض، يسموها كانها ميرور ايمج، يعني كانك حاطط مرايه وده بقى شبه ده. طيب الرينج كروموزوم قلنا ان انت لوس اوف بوث اندز اوف كروموزوم، بعد كده يحصل ايه؟ فولدنج، فيعمل حاجه اسمها رينج كروموزوم. طيب ترانسلوكيشن، ترانسلوكيشن ده بيحصل حاجه اسمها ري ارينجمنت اوف بارتس ما بين حاجه اسمها نون هومولوجوس كروموزومز. نون هومولوجوس كروموزومز يعني مش نفس الكروموزوم، يعني مش كروموزوم مثلا 13 و13، ده معنى كلمه نون هومولوجوس، مش نفس الكروموزوم. طيب في منه نوعين، حاجه اسمها ريسيبروكال وحاجه اسمها روبرتسونيان. روبرتسونيان ده اللي خدناه في الداون سندروم. ريسيبروكال ادي اهو
زي ما انت شايف في الصوره كده اكستشينج اوف جينيتيك ماتيريال ما بين الاثنين نون هومولوجس كروموزومز دول، حته دي راحت مكان دي. طب الروبرتسونيان ايه اللي حصل فيه؟ زي ما خدنا في الداون سندروم ان بيفقدوا الشورت ارم بالذات، يا سلام لو كان اكروسنتريك، لان احنا اتفقنا ان الاكروسنتريك بيبقى ايه؟ بيبقى الشورت ارم اصلا قصير لان السنترومير موجود على الطرف، ويبتدي الاثنين لونج ارمز دول تلاقيهم ترانسلوكيتد تو اتش اذر. تمام؟ زي مثلا كروموزوم 14 جه على كروموزوم رقم 21. لو انت جيت عديت الكروموزومات هنا هتلاقيهم 45، لان انت في اتنين كروموزوم زي ايه؟ بقوا على بعض. فعددهم تحسهم كانهم ناقصين واحد، ان هم اكشوال 46. وفينوتيبيكالي ممكن يبقى ده نورمال، ولو نورمال هيسموه ايه؟ قلنا بالانسد ترانسلوكيشن كارير زي ما خدناه في الداون سندروم. يبقى في ريسيبروكال وفي روبرتسونيان. تعريف الريسيبروكال، ريسيبروكال يعني تبادلي، اكستشينج اوف جينيتك ماتيريال بتوين نون هومولوجس كروموزومز. نون هومولوجس يعني قلنا مش الاثنين زي بعض. روبرتسونيان يعني الهول كروموزوم تو از ترانسلوكيتد تو انذر وان. وقلنا بيبقوا اكروسنتريك، وقلنا ليه اتنين اكروسنتريك؟ عشان سنترومير ناحيه الطرف، وبالتالي الشورت ارم قصير، فلو فقد مش هياثر قوي على جينيتك ماتيريال. بالتالي التوتال نمبر اوف كروموزومز هنا 45، ولكن احنا عارفين ان هم اكشوال 46. والفينوتايب هنا يبقى ايه؟ هيبقى نورمال. لما يبقى نورمال فينوتايب يسموه بالانسد، بالانسد ترانسلوكيشن كارير. طيب دي اول حاجه خدناها، حاجه اسمها ايه؟ كروموزومال ابنورماليتيز. طيب تاني حاجة، حاجة اسمها سنجل جين انهيرتنس او ابنورماليتيز. يعني ايه؟ يعني المشكلة هنا مش على مستوى الكروموزوم، ده على مستوى الجين ذات نفسه. أمراض مثلا زي الهيموفيليا، زي الثلاسيميا، أنت لو جيت في الهيموفيليا أو في الثلاسيميا وجيت عملت كريوتايبنج هتلاقي كريوتايبنج نورمال، لأن هو كريوتايبنج ما بيبصش على التركيب من جوه. الكريوتايبنج يشوف آخره نمبر أو يشوف ستراكشر بتاع حاجة كبيرة، ديليشن كبير. إنما على مستوى تركيب الجين ذات نفسه إحنا مش بنعمل هنا كريوتايبنج، إحنا ممكن نعمل حاجة اسمها دي إن إيه سيكونسنج. طيب السنجل جين انهيرتنس ده هنقسمه لحاجتين، حاجه اسمها اوتوزومال وحاجه اسمها اكس لينكد. في حاجه طبعا اسمها واي لينكد، بس مش مهم الواي لينكد، خلينا في الايه؟ في الاوتوزومال والاكس لينكد. طب الاوتوزومال ده هنقسمه لحاجتين، اوتوزومال دوميننت واوتوزومال ريسيسيف. اوتوزومال دوميننت واوتوزومال ريسيسيف. طبعا زي ما كنا واخدين يعني في الاحياء وفي ابتدائي ان في حاجه اسمها صفه سائده وفي حاجه اسمها صفه متنحيه. الصفه السائده دي اللي هي هتقدر تظهر نفسها وظهر الشخص كان هوموزايجوس او هيتيروزايجوس. تاني باي ديفينيشن دوميننت جين معناه يعني ايه اوتوزومال دوميننت؟ هو عباره عن كلمتين، اوتوزومال دوميننت يعني هو دوميننت جين موجود على الاوتوزوم، وبما انه دوميننت يبقى هيقدر اكسبريس اتسيلف وذر كان هوموزايجوس او هيتيروزايجوس. يعني وجود نسخه واحده من الجين تكفي لظهور الصفه. انتوا عارفين طبعا هوموزايجوس يعني ايه؟ يعني الشخص عنده نوعين من يعني نفس النوع من الجين مرتين، انما هيتيروزايجوس عنده نسخه واحده من الجين. هيتيرو يبقى عنده نسخه واحده من الجين، هومو عنده نسختين من الجين. طالما هو دوميننت، دوميننت حتى لو في نسخه واحده من الجين تقدر تظهر نفسها. يبقى تاني دوميننت جين موجود على الاوتوزومز بيكسبريس اتسيلف وذر البيشنت ده كان هومو او ايه او هيتيرو. طب في الاوتوزوم ريسيسيف، ريسيف ده اللي هو صفه متنحيه، هو ريسيسيف جين موجود على الاوتوزوم، بس ده مش هيقدر يكسبريس اتسيلف امتى؟ الا لو كان الشخص ده هوموزايجوس. يعني وجود صفه واحده متنحيه ما تظهرش الايه؟ المرض. الشخص ده نسميه كارير، لازم صفه متنحيه من الفازر تيجي مع صفه متنحيه من المذر، فيجي صفتين متنحيتين مع بعض فتظهر الصفه. طيب في الاوتوزومال دوميننت يقول لك البيرنتس لازم وان بيرنت ماست بي افكتد، يعني عشان يظهر ولد جاي لك بمرض، انت عارف ان الاوتوزومال دوميننت لازم يبقى حد من الاب والام كان عنده المرض ده عشان تتنقل للطفل، الا لو كانت حاجه اسمها نيو ميوتيشن. يعني ايه نيو ميوتيشن؟ يعني هو خلاص الاب والام ما فهمش حاجه، بس بعد ما اتكون السبيرم او الاوفم حصل فيه ميوتيشن. طيب بينما في الاوتوزومال ريسيسيف عشان شخص تظهر فيه صفه متنحيه يبقى ايه؟ يبقى جاب صفه متنحيه من الاب وصفه متنحيه من الام، يبقى لازم الاب والام يبقى الاثنين كاريرز. ده لازم، يبقى طالما واحد عنده ظهر عنده صفه متنحيه لازم الاب والام الاثنين كاريرز، طالما واحد ظهر عنده صفه سائده لازم يبقى وان بيرنت ماست بي ايه؟ افكتد، هنا مفيش كارير اصلا. او نيو ميوتيشن يعني لو الاب والام ما عندهمش مشكله بس حصل ميوتيشن بعد تكوين السبرما او الايه؟ او الاوفا. طيب الاوف سبرينجز بقى بنقول في الاوتوزومال دوميننت زي ما تفتكروا كده كان بينقل الصفه بنسبه 50%، يعني بمعنى لو في مرض مثلا اوتوزومال دوميننت الام مثلا جايه لي وبتقول لي مثلا او انا كشفت على ابنها وطلع عنده سي مثلا نيوروفابروماتوزز او تيوبرا سكليروزز او هيريديتري سفيروسايتوزز، كل دي امراض اوتوزومال دوميننت، وعندها طفل عنده كده، هي اول سؤال هتساله لك طيب نسبه الطفل ده يتكرر بعد كده قد ايه؟
النسبة دي 50% ولسه هنشوف جاية منين دلوقتي. طب في الأوتوزوما الريسيسيف أم جاية لي وأنا مثلا سيش أخص الولد ثلاسيميا، فهي تسألك في احتمال إن هي تجيب أطفال تانيين ولا لا عندهم نفس المرض ده؟ النسبة بتاع الأوتوزوما الريسيسيف 25%. الحمد لله معظم الأطفال عندنا في الأطفال أوتوزوما الريسيسيف، فنسبة تكرار الأمراض بتاع الأوتوزوما الريسيسيف بتبقى 25%، إن احتمال في كل حمل، يعني لازم أفهم الأم كده، إن في كل حمل في احتمال 25% إن الطفل هيجي فيه مشكلة، وفي 75% إنه هيجي إيه؟ إنه هيجي سليم. طبعا ال 75% اللي سليم ده قصدنا فينوتيبيكالي، إنما أكشولي فيهم يعني ال 100% منهم 25% أفكتد، 25% نورمال، و50% كارير زي الأب والأم. حتى نقول لهم حتى السلام تخليهم ما يتجوزوش بعد كده من العيلة، لأن كل ما يتجوز من العيلة كل ما في فرصة إن هو يلاقي صفة متنحية زيه، فاحتمال يجيبوا أطفال بعد كده فيهم نفس القصة. طيب الكارير الدوميننت ما فيهوش كارير، لان هو لو عنده صفه واحده خلاص بقى افكتد، انما الاوتوزوما ريسيسيف فيه كارير، وده فينوتيبك اللي قدامك ما فيهوش اي حاجه خالص. فايده طبعا انت تعمل في حاجه اسمها سكريننج، يعني بمعنى انت مثلا زي مثلا دوله زي ايطاليا مثلا عندها مرض منتشر زي حمى البحر المتوسط اللي هو الثلاسيميا مثلا، فبيعملوا سكريننج هناك بحيث ان انت حتى لو كارير تبقى عارف. طب وده ايه فايدته؟ الكارير ده عشان يبقى عارف بعد كده، عشان لو جه هو حب يتجوز مثلا بعد كده معاه كارنيه ان هو كارير للثلاسيميا، معاه بطاقه ان هو كارير للثلاسيميا، فلو هيجي يتجوز يبقى عارف ان هو مش هينفع يتجوز واحده هي اوريدي برضو كارير الايه للثلاسيميا، عشان ما يجيبوش او عشان ما تبقاش فيه نسبه 25% ان في طفل يجي عنده ثلاسيميا الا هو لو هم مصرين على كده وعارفين كده. طيب الكونسانجوينيتي، طبعا الكونسانجوينيتي زي ما انتم عارفين بتاثر اكتر على الاوتوزوما الريسيسيف، لان كل ما الناس تتجوز قرايب من بعضها كل ما فرصه ان في صفات متناحيه تتلاقى بتبقى اكتر. البرنتال كونسانجوينيتي بتزود الانسنس بتاع الايه بتاع الاوتوزوما الريسيسيف. طيب الافكت بتاع السكس مفيش فرق هنا، احنا بنتكلم كله هنا في اوتوزومز، يعني سواء الاب هو الافكت ده او الام هي الام اللي هي افكت، الموضوع مش هيفرق، نو افكت. الميل والفيميل بتبقى ايه ايكوالي افكتد. طيب اكزامبلز بقى مهمه في الاوتوزومال دوميننت زي الاوتوزومال دوميننت بوليسيستيك كيدني ديزيز، يقابله هنا اوتوزومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز. طيب هنا تيوبروس سكليروزز ونيورو فايبروماتوزز، دي امراض نيورو، دول بيسموهم حاجه زي ما خدناهم في النيورو معاكم حاجه اسمها نيورو كيوتينيوس سيندرومز. نيورو كيوتينيوس سيندرومز ساعه ما اتفقنا ان السكن والنيرفس سيستم الاثنين بيطلعوا من حاجه واحده اسمها نيورال كريست، فلو حصل مشكله في النيورال كريست فورميشن ده هينتج بعض الامراض اللي بتاثر على الاثنين على السكين وعلى النيرفس سيستم. مرض اسمه نيوروفيبوماتوزس ان هو بيكون عندهم حاجه اسمها كافيه اولي باتشز، ومرض اسمه تيوبروس سكليروزس بقى عندهم هايبو بيجمنتد ماكيولز على السكين بتاعتهم. يقابلهم في الاوتوزومال ريسيسيف فيردنج هوفمان اللي هو السباينال ماسل اتروفي اللي هم بيجوا بفلوبي انفنت. طيب هنا هيريديتري سيروسايتوزس، هنا الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا، هنا الاوستوجينس امبرفكتا والاكوندروبليزيا، دي امراض بتحصل في البون او مشكله في الكارتليج. الاوستوجينس امبرفكتا دول عيانين بيتكسروا بسهوله، الاكوندروبليزيا دول عيانين اقزام كده بيبقى عندهم نورمال ترانك وبيبقى عندهم لارج هيد وبيبقى عندهم شورت ليمبس. بينما هنا يقابلها في الاوتوزوما ريسيسيف الكالاكتوزيميا التيروزيميا الفينايل كيتونوريا، ودي امراض ميتابوليك ديز. الحمد لله زي ما قلت لكم في الاطفال معظم الامراض بتبقى اوتوزومال ريسيسيف، فالنسبه بتبقى اقل، نسبه التكرار بتبقى 25% بينما في الاوتوزومال دوميننت زي ما اتفقنا بتبقى ايه 50%. طيب ثمان نقطه انت لازم تتكلم عن الموضوع في ثمان نقط، والجداول دي مهمه جدا سواء الجدول بتاع الاوتوزومال دوميننت والاوتوزومال ريسيسيف، يعني دايما بيجي سؤال بيختار لك واحده من الاربعه دول سواء الاوتوزومال دوميننت او الاوتوزومال ريسيسيف او الاكس لينك دوميننت او الاكس لينك ريسيسيف، ويقول لك اتكلم عليه كل واحده من ثمان نقط زي ما احنا كاتبين كده. طيب دي حاجه اسمها بي ديجري، تعال نشوف كده الاوتوزومال دوميننت. هنفترض مثلا اهو ان ايه كابيتال ايه سمول هيتجوز واحده ايه سمول ايه سمول، طيب وهو دوميننت في وجود نسخه واحده من الافكتد جين هتظهر صفه عنده، هنفترض ان هي الايه كابيتال دي. طيب حط الاحتمالات، هيبقى ايه كابيتال ايه سمول وبعد كده ايه كابيتال ايه سمول تاني وبعد كده ايه سمول ايه سمول ايه سمول ايه سمول. طب ايه النسبه هنا؟ زي ما انت شايف اهو في 50% هيبقوا افكتد و50% هيبقوا نورمال، عشان كده احنا قلنا النسبه في الاوتوزومال دوميننت هتبقى ايه؟ هتبقى نور، هتبقى 50% افكتد. طبعا هنا احنا بنفترض ان ايه؟ ان هو الاب عنده نسخه واحده من الدوميننت جين، لما لو كان هو عنده نسختين مثلا تبقى قصه مختلفه. طب لو هما الاثنين عندهم يعني واحد اتجوز واحده والاثنين عندهم اوتوزومال دوميننت زيز قصه تبقى مختلفه، بس احنا بنحط هنا المثال اللي هو الايه اللي مشهور ان هو الام مثلا او الاب يعني احد الطرفين ما فيهوش حاجه والطرف الثاني عنده ايه؟ عنده جين واحد، فالنسبه هنا بتبقى كام؟ 50%.
طب تعال نشوف الاوتوزومال ريسيسيف، دول ما يعرفوش، واحد اتجوز واحده، الاثنين كاريرز، فايه كابيتال اي سمول، ايه كابيتال اي سمول، وقلنا وجود صفه واحده هنا متناحيه مش ظاهره الدنيا. تعال اعمل الاحتمالات، هيبقى ايه كابيتال ايه كابيتال، وبعد كده ايه كابيتال اي سمول، ايه كابيتال اي سمول، اي سمول اي سمول. طب ايه، طيب ايه كابيتال ايه كابيتال، ده اللي هو النورمال، والاي كابيتال سمول اي كابيتال سمول دول هما الاثنين الكارير زي الايه، زي الاب والام، والاي سمول سمول هو ده اللي افكتد. عشان كده في اربع احتمالات اهم، الاي سمول سمول ده 25% ده اللي هو افكتد، والثلاث احتمالات التانيين اللي هما ال 75% منهم 50% هيبقوا كارير، ومنهم 25% دول ايه، دول نورمال. عشان كده انت تحفظها حتى من غير ما تفهم يعني، يعني بس انت طبعا هتذكر ده في اجابه السؤال، ان نسبه تكرار الاوتوزومال دوميننت يعني في في الاطفال اللي جايين 50%، ما عدا طبعا لو قصه نيوميوتيشن، يعني ممكن موضوع نيوميوتيشن ده ما يتكررش. في الريسيسيف بتبقى النسبه كام؟ 25%. طيب مثال للاوتوزومال ريسيسيف ديز اوردرز، الفينايل كيتونوريا مثلا. الفينايل كيتونوريا كنت كلمتكم عليه برضو في النيورو، ده عباره عن ميتابوليك، كان من ضمن الاسباب بتاع المنتال ريتارديشن، وعشان هو مرض ممكن ما يكتشفش عملوا له حاجه زي نيوبورن سكريننج دلوقتي، مع عينه الغده اللي هي بتسحب من الكعب دي، بيشوفوا اذا كان اللي عنده فينال كيتونوريا ولا لا، لان احنا عندنا حالات مثلا قبل ما ينزل السكريننج ده، السكريننج ده بقاله بتاع 3 4 سنين. عندنا حالات مثلا انا شفت حاله عندها 23 سنه ما كانتش متشخصه ان هي فينال كيتونوريا، وعندها هايبر اكتيفيتي وليرنينج ديسابيليتي وكل وقول كل اللي انت عايزه. ومحدش فكر مثلا انه يعمل تمثيل غذائي عشان يشوف هي فينال كيتونوريا ولا لا. دلوقتي يعني الحمد لله كل اللي بيتولد دلوقتي بيتعمل له السكريننج ده، لان هو تريتابل كوز اوف منتال ريتارديشن، لان هو العينين دول بيتولدوا نورمال، هم اصلا مولودين نورمال. طب ايه المشكله؟ المشكله ان عندهم انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز، المفروض ده بيحول الفينايل الانين لتيروزين، الانزيم ده مش موجود، او احد الكو فاكتورز المساعده ليه مش موجوده، فالفينايل الانين مش هيتحول لايه، لتيروزين، وبالتالي يبقى في مشكلتين، التيروزين مش موجود وده يعمل مشاكل، والفينايل الانين ده هيتراكم وهيترصف في حاجات في النيرفس سيستم وهيعمل مشاكل، بيتحول حاجه اسمها فينايل بايروفيك اللي بيدي حاجه اسمها فينايل لاكتيت. طيب المشكله هنا ان هو الولد ده نورمال ادبيرس، بس لما هيجي ياخد لبن اللي هو العادي سواء البريست ميلك او الفورمولا، هيبتدي الفينايل الانين يتراجع يتراكم في جسمه، ويبتدي على مدى الوقت يعمل ايه، يعمل مشاكل. العين دول بقى شعرهم اصفر وعينيهم زرقاء، ودي حاجه يعني مهمه فيهم، حتى يعني اي طفل احنا بنشوفه عليه صفرة وعينيه زرقاء، يعني شعره اصفر وعينيه زرقاء، لازم بنسال الام وحد كده في العيله ولا لا. طبعا لو جاي لك واحد شعره اصفر وعينيه زرقاء هو عنده منتال ريتارديشن، ده مهم قوي انت تعمل اللي هو الميتابوليك سكرين. قالت لك اه ده اخته كده عندها منتال ريتارديشن، غالبا هيطلع فيه مشكله، انا زي ما قلنا اوتوزومال ريسيسيف، فاحتمال يبقى عندهم كذا حد في الايه، في الـ في نفس الـ يعني في نفس البيت عنده افكتد بحاجه زي كده. طب بيجوا بايه؟ قلنا بيبقى نورمال ادبيرس، وبعد كده يبتدي يظهر لهم سيجرز، سباستيسيتي، مايكروكيفالي، منتال افكشن او منتال ريتارديشن، بيبقى دياجنوزد بنيو بورن سكريننج زي ما قلنا بيتعمل دلوقتي، هنلاقي الفينايل الانين عالي. التريتمنت ده لازم يتمنع من اللبن العادي، بياخدوا فورمولا مخصوص اسمها فينايل الانين فري فورمولا، وبعد كده بيتوصف لهم دايت معين ما فيهوش فينايل ايه الانين. طيب ده الايه، ده الاوتوزومال انهيرتنس. بعد كده في حاجه اسمها اكس لينكد انهيرتنس، ده بقى اللي هو الجين هنا موجود على الايه، على الاكس كروموزوم، سواء هو دوميننت او ايه او ريسيسيف. طيب تعال، بس طبعا هنا في اختلاف في نقطه هنقولها دلوقتي، ان هو الدوميننت جين هيكسبريس اتسيلف. طيب في الميل بيقول لك لو كان هيميزايجوس، وفي الفيميل لو كان هوموزايجوس او هيتيروزايجوس. لاحظ ان الفيميل اكس اكس والميل اكس واي. طب الفيميل ممكن تبقى، الفيميل اكس اكس زي ما اتفقنا، الفيميل ممكن تبقى هومو او هيتيرو، بما ان ده دوميننت، سواء نسخه واحده من الجين اللي هو الهيتيرو يعني اكس بس، او هومو لو كان عندها افكشن في الاثنين في الاكس اكس، الدوميننت جين ده هيظهر. طب انت عارف ان الميل القصه مش كده، الميل هو جاست اكس واي، فيسموا المين هنا ايه؟ لا يسموه هومو ولا هتيرو، يسميه يقول لك هيميزايجوس، هيمي هيمي مش هومو ولا هتيرو، هيميزايجوس. يعني هو عنده نسخه واحده على الاكس هتكفي هنا. تمام، بس يسموه ايه؟ هيميزايجوس. طب بص في الاكس لينكد ريسيسيف يقول لك هو ريسيسيف جين هيكسبريس اتسيلف. طب امتى هيكسبريس اتسيلف في الفيميل؟ لو كان جاست هومو، لان الفيميل اكس اكس وده ريسيسيف، فوجود صفه واحده من من او وجود نسخه واحده من الصفه المتناحيه غير كافيه لاظهار الايه؟ الجين هنا، فلازم تبقى الفيميل هوموزايجوس عشان يظهر. طب الميل، الميل بقى القصه هنا مختلفه، خلي بالك في الريسيسيف لو كان اوتوزومال لازم يبقى الميل ايه؟ هوموزايجوس، انما يقول لك برضه بيظهر لو كان هيميزايجوس. طب ليه؟ لان هو الميل ما عندوش غير نسخه واحده من الاكس، فحتى لو هو اكس داش واي، سواء الصفه بقى دوميننت او ريسيسيف ايه؟ هتظهر.
تاني، لو هو اكس داش واي سواء الصفه دي هي سائده او متناحيه هتظهر، لان هو عنده نسخه واحده بس من الايه؟ من الاكس، ويسموا الميل هنا ايه؟ هيمي زايجوس. طيب كما هو الحال في الدوميننت زي ما اتفقنا ان لازم يبقى وان بيرنت ماست بي افكتد، عشان تتنقل صفه سائده من دي لازم واحد من البيرنت افكتد، الا لو حصل زي ما قلنا ايه، لو لقيتهم مش افكتد يبقى ده نيو ميوتيشن. تمام؟ حصل بقى في السبيرما او في الاوفن بعد كده. طيب في الاكس لينكد ريسيسيف ركز معايا شويه، يقول لك لو انت عندك ولد افكتد، يعني لو الاب والام جايبين لك ولد عنده هيموفيليا، يقول لك الام هنا لازم تبقى ايه؟ اوبليجيت كارير، يعني اكيد الام كانت حامله للايه؟ للمرض. طب ايه العلاقه؟ لان الام مثلا اكس واي، فهي كان عندها صفه متناحيه ومش ظاهره اللي هي على الاكس دي مثلا، فهي لما نقلتها للولد، لما نقلت الصفه المتناحيه دي، الام دلوقتي اكس اكس وعندها صفه متناحيه، نقلتها للولد فظهرت عنده. ليه ظهرت عنده؟ لان هو اكس واي. فلو هي اكس داش اكس مثلا، لسه هنضرب المثال دلوقتي، ونقلت الاكس داش دي لميل بقى اكس داش واي، هتظهر عنده. عشان كده لما يجي لك ميل عنده هيموفيليا وانت عارف، او دوشين مصل ديستروفي مثلا، ودول احنا عارفين هي اكس لينكد ريسيسيف، لازم ابقى فاهم ان الام هي اللي ايه، هي اللي حامله للمرض، طالما طبعا الاب مش افكتد قدامك. طيب عشان تيجي في ميل، يعني مثلا يعني وده مش كومن، يعني لما يجي لك في ميل مثلا وانت عملت انفستيجيشن وطلعت افكتد بهيموفيليا، عشان في ميل تبقى افكتد بهيموفيليا اللي هي اوتزومر اللي هي اكس لينكد ريسيسيف، يبقى جالها صفاتين متناحيتين، بقت هي اكس داش اكس داش. طب جابتهم منين؟ لازم يبقى الفازر هنا افكتد اللي هو اكس داش واي، والام كارير اللي هي اكس داش اكس مثلا. تمام؟ لان هي جابت، عشان تبقى هي تبقى افكتد لازم عندها نسختين، لازم تبقى اكس داش اكس داش، جابت واحده من الاب اللي هو افكتد هنا عشان هو اكس داش واي هو هيموزايجوس، وجابت واحده من الام اللي هي كانت ايه؟ كارير. تاني عشان يبقى ميل افكتد في اكس لينكد ريسيسيف لازم تبقى الام كارير. طب لو لقيت افكتد في ميل وده نادر، بنحفظها له، ممكن نقول الام حامل مش الاب، الام حامل للمرض والاب ايه؟ افكتد. الام حامل والاب افكتد. ده سؤال عند يعني عندنا حتى ساعات بيتسال شفوي كتير، امتى في ميل ويجي لها دوشين مصل ديستروفي، وامتى في ميل ويجي لها ايه؟ ويجي لها مثلا هيموفيليا. من ضمن الحاجات ان يبقى الام حامل للمرض والاب ايه؟ افكتد، فظهر اتنين جينز فيهم مشكله. في امثله تانية مثلا، لو هي في ميل تيرنر مثلا، انتوا عارفين التيرنر ما عندوش غير اكس واحد، فممكن يظهر لو اكس افكتد وهي الصفه متناحيه تظهر، يعني ما عندهاش غير اكس واحد. وفي حاجه ثالثه، حاجه اسمها لاين هايبوثيسس، بس دي مش عليكم. طيب الاوف سبرينجز خليها لسه، هنشوفها مع الـ مع الـ مع البيديجري افضل، مش هتعرف تفهموها من هنا. طب الكارير زي ما اتفقنا ان في الدوميننت مفيش كارير. طيب في الريسيسيف الفيميل ممكن تبقى كارير لان هي اكس اكس، انما الميل مفيش كارير هنا لان الميل زي ما اتفقنا هو ايه؟ هو هيميزايجوس، ما عندوش غير اكس واحده. طب الكونسانجوينيتي زي ما اتفقنا ما بتاثرش على الدوميننت، بتاثر على الايه؟ على الريسيسيف، لانه كلما ازدادت درجه القرابه زادت احتماليه تلاقي الصفات الايه؟ المتناحيه. طب السكس هنا بيأثر، طبعا هيأثر، ما كانش بيأثر على الاوتوزوم انما هيأثر على الايه؟ على الاكس لينكد. الهيتيروزايجس فيميل في الاكس لينكد دوميننت از افكتد، بينما الهيتيروزايجس فيميل في الاكس لينكد ريسيسيف از كارير مش افكتد، لان هي اكس اكس في الدوميننت تبقى افكتد، انما في الايه؟ في الريسيسيف تبقى ايه؟ تبقى كارير. فالسكس هنا أثر. طب عايزين اكزامبلز للاكس لينكد دوميننت which is not common. يعني اكتر حاجتين بنشوفهم عشان برضو ما انت متخيل، اوتوزومال ريسيسيف والاكس لينكد ريسيسيف، دول اللي بنشوفهم كتير، الباقيين مش كومن قوي. طيب الاكس لينكد دوميننت زي حاجه اسمها البورت سندروم. الالبورت ده حاجه اسمها هيريديتري نفروباسي، دول بيبقوا عندهم هيماتوريا، بيبقى عندهم جلومينوفرايتس، وبيبقى عندهم ديفنس، يعني اي هيماتوريا تلاقيها مع ديفنس فكر في حاجه اسمها البورت، بالذات لو عندهم، لو لقيت عندهم بص فاميلي هيستوري، الام تقول لك ده في طفل تاني عنده برضه هيماتوريا، جات له الهيماتوريا دي قبل كده وعنده ديفنس. حاجه اسمها فيتامين دي ريزيستنت هايبوفوسفاتيميك ريكتس، دول بقى عندهم مشكله ان الكيدني بتوقع الفوسفيت، او مرض نيوروكوتينيس اسمه انكونترينشيا بيجمنتاي. طيب ده الايه؟ الاوتوزومال، ده الاكس لينك الدوميننت. اكس لينك ريسيسيف الهيموفيليا A وB، خلي بالك ان في هيموفيليا C بس دي مش اكس لينك ريسيسيف. كالر بلايندنس، الدوشين ماسل ديستروفي، والشنهان سندروم. الشنهان ده بيجي في الميل برضو، كل امراض الاكس لينكد ريسيسيف عايزك تحط في دماغك ان هي ايه؟ ان هي بتيجي في الميل. لان فرصه احتماليتها في الفيميل زي ما اتفقنا، يعني انت عشان فيميل تبقى افكتد لازم من حظها ان الاب افكتد والام ايه؟ والام كارير، وده المفروض صعب يعني.
طب الشنهان ده بيبقى عندهم مشكلة ان اليوريك اسيد بيتراكم في جسمهم، بيبقى عندهم ديستونيا، بيبقى عندهم حاجة اسمها سيلف ميوتيليشن، يعني الطفل بيأذي نفسه، ممكن يعض نفسه ويأذي نفسه ويجرح نفسه. طيب نركز بقى مع بعض شوية في الحتة بتاع البيديجري بتاع الاكس لينكد دوميننت والاكس لينكد ريسيسيف. تعال نشوف الاكس لينكد دوميننت كده ونشوف الاحتمالات. طيب لو هو هيميزايجوس ميل، يعني هيميزايجوس ميل يعني اكس داش واي، احنا اتفقنا مفيش هنا هوم ولا هتير، هو ايه؟ هو هيمي. هيميزايجوس ميل ده، وبما انه هنا هو دوميننت فهو طبعا هنا افكتد، وادي مثلا اتجوز في ميل اكس اكس ما فيهاش حاجه، ايه الاحتمالات؟ حط بقى ادي اكس داش اكس واكس داش اكس وبعد كده واي اكس واي اكس. طب اصبح ايه؟ اصبح 50% دول، او مش 50% الاثنين اللي هو الاسود في الاول دول، دول في ميلز، 100% من الدوترز او الفيميلز دول هيبقوا افكتد لان ده دوميننت، بينما الميلز ايه؟ كلهم نورمال. فيبقى 100% من الدوترز افكتد و 0% من الصنز افكتد، ده لو كان ايه؟ هيميزايجوس ميل. طيب تعال نشوف لو هيميزايجوس ميل في اكس لينكد ريسيسيف، هو نفس الاكس داش واي بس ده هنا ايه؟ ده ريسيسيف. طيب بس هو حتى لو كان ريسيسيف هو هيميزايجوس ميل الصفه ظاهره فيه زي ما اتفقنا، اتجوز في ميل اكس اكس، تعال نشوف الاحتمالات. هيبقى اكس داش اكس واكس داش اكس وبعد كده واي اكس واي اكس. طيب الاكس اكس داش او الاكس داش اكس ده دي هنا ايه؟ فيميل، بس ده هنا ايه؟ ريسيسيف، فاصبح 100% من الفيميلز مالهم؟ هيبقوا كارير في الدوميننت، عشان هي كانت صفه واحده بس دوميننت كانوا افكتد، يعني احفظ في الاثنين عشان تحفظها بالعرض. هنا 100% من الفيميلز افكتد عشان هو دوميننت، انما هنا 100% من الفيميلز ايه؟ كارير عشان هو ريسيسيف، وفي الناحيتين 0% من الميلز افكتد. تمام؟ ده لو كان هيميزايجوس ميل. طيب لو كان هيتيروزايجوس في ميل، يعني ايه؟ يعني ادي ميل اكس واي واتجوز في ميل اكس داش اكس اللي هي بنسموها هيتيروزايجوس، تعال نشوف الاحتمالات، ادي اكس اكس داش واكس اكس وبعد كده واي اكس داش واي اكس. طيب ادي الفيميلز، ايه رايك؟ 50% منهم هيبقى افكتد لان ده دوميننت. طيب والميل برضو 50% منهم افكتد لان ده ايه؟ دوميننت. يبقى عامه 50% افكتد سواء بقى ميل او فيميل. تمام؟ طيب لو كان هيتيروزايجوس في ميل في الاكس لينك ريسيسيف، تعال نحط الاحتمالات برضو، ادي اكس واي واتجوز اكس اكس داش، بس الاكس اكس داش دي ايه؟ كارير. الحاجات اللي انا بعملها لون برصاصي دي، ده اللي هما الكارير، الاسود ده اللي هو افكتد، الابيض ده اللي هو ايه؟ اللي هو نورمال. طب حط الاحتمالات، ادي اكس اكس وادي اكس اكس داش وبعد كده واي اكس واي اكس داش. ايه رايك في الفيميلز؟ 50% من الفيميلز هنا يبقوا كارير. طب والميل؟ 50% من الصنز ايه؟ افكتد. طيب انت طبعا في الامتحان هتقعد تكتبهم وتحط الاحتمالات، بس احنا لو هنحفظها باختصار، الاوتوزومال دوميننت احنا قلنا هنقل بنسبه 50%، والاوتوزومال ريسيسيف 25%. طب الاكس لينك الدوميننت هنقسمها، هل هو هيميزايجوس ميل ولا هيتيروزايجوس فيميل؟ لو هيميزايجوس ميل 100% و0%، 100% افكتد لو كان دوميننت من الفيميل، او في الاكس لينك ريسيسيف هنسميهم كارير يعني هي صفه واحده. طب و0% من الصنز افكتد. طب لو هيتيروزايجوس فيميل هنقول 50% افكتد في الدوميننت، وهنا تبقى 50 50، 50% من الدوترز كارير و 50% من الصنز افكتد، وتبقى فاهم ليه الدوترز؟ لان هي عندها ايه؟ نسختين، وده ريسيسيف، انما هو عشان هو عنده نسخه واحده فاصبح ايه؟ افكتد. يبقى الزومال دومينانت 100% سوري 50%، الزومال ريسيسيف 25%، هيميزايجوس ميل 100% من الدوترز افكتد، والاكس لينكد ريسيسيف 100% من الدوترز كارير، لو هي هيتيروزايجس في ميل 50% افكتد، هيتيروزايجس في ميل في اكس لينك ريسيسيف يبقى 50% من الدوترز كارير و 50% من السانز افكتد. طيب مثال لاكس لينك ريسيسيف، مرض اسمه هيموفيليا. باختصار برضو مش هنقعد نتكلم بتفاصيل الموضوع، في تفاصيل كبيره، بس باختصار في حاجه اسمها هيموفيليا A وهيموفيليا B وهيموفيليا C. الهيموفيليا A اللي هو ناقص فاكتور 8، والهيموفيليا B اللي هو ناقص فاكتور 9. هيموفيليا B ده مرض اسمه كريسماس ديزيز، على اسم الطفل اللي اكتشفوا فيه الحاله. بيجوا طبعا ببليدنج تندنسي، سواء بتحصل سبونتينيوس، واحد يجي لك مثلا عنده ابيستاكسس، عنده بليدنج جامز، سواء سبونتينيوس او بتحصل اتخبط مثلا في رجله، في حصل له هيم ارثروزس مثلا، حصل مصل هيماتوما لما خد حقنه، حصل بوست الكمسيشن بليدنج مثلا، كل دي بليدنج تندنسي ممكن تحصل لوحدها او بوست تروماتيك. طيب العين هيجي لك ببليدنج تندنسي، هتعمل بي تي تي هتلاقيه برولونجد، وتعمل فاكتور اساسي سواء هتلاقي ناقص فاكتور 8 او فاكتور 9 على حسب نوع الهيموفيليا، وعلاجه الاساسي فاكتور ايه؟ ريبليسمنت.
في الهيموفيليا اي وبي. طبعا في حاجات تانية غير الفاكتور بليسمنت، يعني ممكن ندي حاجه اسمها كرايو ثيرابي، في حاجه اسمها فريش فروزن بلازما، بس يعني الاساس في الايه، في الفاكتور ريبليسمنت. طيب احنا كده خدنا حاجتين اللي هي الكروموزومال ابنورماليتيز والسنجل جين ديس اوردرز او انهيرتنس. طيب في حاجه بعد كده، حاجه اسمها مالتي فاكتوريال انهيرتنس. يعني باختصار كده، مثلا لو احنا جبنا اتنين توأم، يعني في اتنين توأم اتولدوا، بس واحد فيهم مثلا سي عاش في مصر مثلا، وواحد مثلا طلع عاش في امريكا، ودول توأم، لقينا سي مثلا الاثنين مش هيجي لهم برونكيا الازمه، في طفل هيجي له برونكيا الازمه وفي طفل مش هيجي له برونكيا الازمه. طيب بما ان في طفل جاله وطفل ما جالوش، يبقى القصه مش قصه جينيتك بس، يبقى في حاجه تانية. الحاجه التانية دي احنا بنسميها انفيرمنتال فاكتورز. الطفل اللي عاش هنا غير الطفل اللي عاش في امريكا مثلا، الطفل اللي عاش في مكان فيه تلوث احتماليه ان يجي له ازمه كبيره، لو هو بالذات لو عنده ايه، جينيتك بريدسبوزيشن. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه يعني يقول لك في حاجه بيسموها حاجه اسمها كونكوردنس ريت. يعني ايه كونكوردنس ريت؟ يعني نسبه التماثل في التوينز. يعني انت مثلا اتولد حاجه بيسموها مونوزايجوتيك توينز، يعني طالعين من زيجوت واحد. كان المفروض لو القصه ليها علاقه بالجينز بس، مهما اختلفت الظروف البيئيه، الاثنين نسبه ان الازمه تجيلهم، برونكيا الازمه مثلا تجيلهم، تبقى واحده. ومع ذلك لا، مش كده، لو تعرضوا لانفيرمنتال فاكتورز مختلفه، نسبه البرونكيا الازمه مثلا كمثال بتختلف في الاثنين، فيبقى في فاكتور تاني غير الجينيتك. تعريف المالتي فاكتوريال هو انتر اكشن ما بين جينيتك اند انفيرمنتال فاكتورز. امثله لحاجه زي كده زي كونجنتال هارت ديزيز، كليفت ليب وبالات، وحاجات اكوايرد زي البرونكيال ازمه وزي الايه، زي الاوبيستي. وعلى فكره معظم الحاجات، حاجات كتيره جدا بتبقى مالتي فاكتوريال انهيرتنس. طب في حاجه اسمها ميتوكوندريال انهيرتنس. باختصار احنا كنا خدنا في اول محاضره في الجينيتك ان 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 الدي ان ايه، الكروموزومز موجود جوه النيوكليار، بس في معلومه ما قلناهاش، ان في حاجه اسمها ميتوكوندريال دي ان ايه. الميتوكوندريال دي المفروض ان هي موجوده في السيتوبلازم، وفائدتها حاجه اسمها ايه، انرجي برودكشن. طيب في دي ان ايه تاني مش قصه النيوكليس، ده في دي ان ايه تاني موجود في الميتوكوندريال اللي موجوده في السيتوبلازم، بيسمى ميتوكوندريال دي ان ايه. طب ده يفرق يعني دي ان ايه العادي؟ ان هو شكله سيركولر. إيه، انتوا عارفين الكروموزومز العاديه بتبقى مفروده كده، انما هنا شكل الدي ان ايه بيبقى سيركولر دبل ستراند دي ان ايه، يسموه ميتوكوندريال دي ان ايه. يفرق ايه يعني الانهيرتنس ده عن الانهيرتنس العادي؟ يقول لك هنا ان هو بيبقى اكسكلوسيفلي ترانسميتد باي ذا ماذر، يعني بيتنقلش من الاب ابدا. طب هو ليه يعني؟ عشان لقوا ان الميتوكوندريال دي ان ايه اللي موجود في السبيرم بيحصل له ديستراكشن. الميتوكوندريال دي ان ايه اللي موجود في السبيرم بيحصل له اصلا ايه، ديستراكشن. فكلمه ان هو اكسكلوسيفلي ترانسميتد باي ذا ماذر دي مهم. طب اديني امثله ليه، زي الميتوكوندريال انكيفالوباسي، ميتوكوندريال كارديومايوباسي، ميتوكوندريال مايوباسي. طب هو ايه المشكله يعني لو حصل لخبطه في الميتوكوندريا؟ ان مفيش انرجي. لو مفيش انرجي في البرين يحصل انكيفالوباسي، مفيش انرجي في الهارت يحصل كاردومايوباسي، مفيش انرجي في المصل يحصل مايوباسي. طيب احنا كده خدنا اربع انواع من الديز اوردرز، وخدنا جينيتك ستراكشر. الاربعه باختصار عشان ما تتوهوش مني، قصه المالتي فاكتوريال، وقصه الميتوكوندريال، وقصه الكروموزومال، وقصه الايه، السنجل جين ديز اوردرز اللي هي الاوتوزومال والايه والاكس لينكد. انواع الاوتوزومال دوميننت والاوتوزومال ريسيسيف والاكس لينك دوميننت والاكس لينك ريسيسيف مهمين جدا يعني، وتقريبا في اي امتحان لازم يجي واحد من الاربعه دول. كده خدنا المحاضره دي، خدنا المجموعه بتاع جينيتك ديز اوردرز، وراجعنا الجينيتك ستراكشر في اول محاضره في الجينيتك. خدنا الهنت برضو عن الستراكشر، وخدنا الداون سندروم، وخدنا الترنر، وخدنا الكلاين فلتر. ثانك يو اند جود لك.